السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على لي مونيتور ديال مارك ادم اوديو وغادي نعرفوا لي 3 سيري والفرق ما بيناتهم. بالنسبه لا سيري تي الا كانت عندك بيجي محدوده كتبقى من احسن الاختيارات وكنلقاو فيها تي 5 تي 7 و تي 8 بوس بالنسبه للبومر وتويتر اكس ار 1 بوس. الحاجه اللي كتميز لي مونيتور ادم اوديو والكاليتي الفريده ديالو بالفضل ديال التنيات اللي كيبانوا لكم والاتقان في الصنع كيخلي ضغط الهواء كيخرج 4 المرات احسن من التويتر العاديين، هكا كيخرج الصوت مزيان وبكاليتي عالية. ولا تكنولوجي اكس ار تعدى بزاف ديال الميزات اللي ما بينهم انها كتصبر بزاف. بالنسبه للبيس ريفلكس كيخرج من اللور، يعني خاصني نحترم واحد لا ديستونس ما بين المونيتور والحيط اللي وراه، وعندي جوج ديال لي سويتش اللي كيتحكموا ليا باش نطلع ولا نهبط الهاي فريكونسي واللو فريكونسي، وكاين نوب فوليوم، جوج ديال لي زونطري، واحد اكسيلير وواحد ار سي ا، كابل داليمونطاسيون وسويتش اون اوف. بالنسبه لا سيري تي كتوفر حتى على سوب وفر تي 10 اس. وإلا كنتي محتاج كاليتي ودي زوبسيون كثر كنقدم لك لا سيري ا اللي كيمكن لك تحكم بها عن بعد، والبيس ريفلكس كيخرج من القدام بهكا باش كنقدر نقرب المونيتور ديالي للحيط ما كاين حتى شي مشكل، وكنلقى دي ريفيرونس اللي نقدر نحطهم فيرتيكال ولا اوريزونتال عاد باش كنقدر نبدل البوزيسيون ديال تويتر على حسب كيفاش بغيت نحط المونيتور ديالي كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه. وهاد لا غام كيبداو من ال 4 بوس حتى ل 8 بوس. بالنسبه لهاد لا غام كنقدر نكاليبري لي زونسانت بطرق مختلفه بالفضل ديال الفويس. ولو بغيتي تقاد الصوت راسك اختار EXT واستعمل الكابل RJ45 باش تخليه كونيكتي مع الريزو. هاد لا سيري كتخبي واحد لابليكاسيون باش كدير الكاليبراج سميتها سونو ووركس باش يكون عندك احسن صوت كيف ما كان لاكوستيك ديال الاستوديو ديالك. اما بالنسبه للود كام ديال لا مارك ادم اوديو كاين عندنا لا سيري اس. الحاجه اللي زايده على لي زوتر سيري اللي هو الموديول DSP اللي عنده مجموعه ديال الادوار اللي ما بينهم تقاد لي فريكونس على حسب لاكوستيك اللي عندك في الاستوديو، تابليكي ليميتور على تويتر والبومر باش تحافظ عليهم وتريتي مزيان لي سينيو انالوجيك ونيميريك. عندك برونشمون USB اللي تقدر تحتاجه باش دير الميزاجور DSP اولا باش تكونترولي لي مونيتور ا ديستانس بلابليكاسيون مع لورديناتور. ولا كنتي من العشاق ديال لاباس ادم اوديو كتقدم حتى لي سوب ووفر واللي كيبداو من الويب بوس وما فوق. الا كنتي محتاج لي مونيتور ديال ادم اوديو او لو بغيتي دير ليهم تيست مالك غير دوز عند روك بويما. بيس.